السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدينا الأحبة الكرام وين ما كنتوا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لمسابقة معارف التراث، هذه المسابقة الرمضانية الفرقية التي يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية. وها نحن اليوم سنكون مع مباراة جديدة ما بين فريقي جامعة ميسان وجامعة وارث الأنبياء. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأحبة الكرام في هذه الحلقة، ونتمنى أن نوفق وإياكم وأيضا شبابنا المتسابقين معنا في هذه الحلقة في تقديم معلومات جديدة تصب في رفض المعلومات والخزين المعرفي الذي لديكم، ونتمنى أن يتأهل الفريقين إن شاء الله باحتساب نقاط عالية تؤهلهم إلى الأدوار النهائية في هذه المسابقة والحصول على إحدى الجوائز القيمة التي ستقدم للفائزين الثلاث 5 مليون دينار عراقي أو 3 مليون دينار عراقي أو 2 مليون دينار عراقي. إذن نتمنى أن توفقون شباب إن شاء الله في إحراز واحدة من هذه الجوائز، وإن شاء الله تكونون مسددين وموفقين في ذلك. نرحب بكم أكيد شبابنا من جامعة ميسان، عباس محمد كرار كل الهلا بكم، كذلك شبابنا من جامعة وارث الأنبياء علي وحسن، حياكم الله ويا هلا ومرحبا بكم، وكل الترحاب بكم مرة أخرى مشاهدينا الأحبة. وعلى الخير والبركة نبدأ وياكم جولتنا الأولى في هذه المسابقة التي تنظمها أو ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة. إذن نبدأ وياكم بالجولة الأولى وراح تكون مع جامعة ميسان. حيا الله شبابنا، ونبدأ وياك يا عباس. الاسم عباد جمعة نسيم من محافظة ميسان، أول مرة أشارك أنا. أمامنا جامعة وارث الأنبياء، جاهزين وثابتين. نبلش وياك يا عباس، والسؤال يقول: كان شارع التربية في مدينة العمارة يسمى ب شارع المعارف أو شارع الوفود أو شارع الشيوخ؟ ماذا كان يسمى هذا الشارع، شارع التربية؟ 30 ثانية عندك وقت استثمره وتوصل للإجابة الصحيحة. شارع الوفود إن شاء الله. شارع الوفود، متأكد يا عباس؟ إن شاء الله. يعني نثبت؟ ثبت. إذن كنترول نعتمد الإجابة الثانية اللي هي شارع الوفود ونشوف إجابة عباس، وبدايته للأسف الإجابة خاطئة يا عباس، وأنت ابن ميسان. الإجابة الصحيحة شارع المعارف، لكن أنت ابن اليوم، كنا نتمنى أن تكون عندك معلومات قديمة إن شاء الله. إن شاء الله. عما مضى من التسميات والمعلومات التي ممكن أن كانت متداولة حول مدننا وأماكننا وتراثنا الإسلامي وشكل العام السابق. فنتمنى لك التوفيق فيما سيأتي من الأسئلة إن شاء الله. شكرا لك عباس. الله يحفظك. يلا نرجع وياك يا أستاذ علي. إحنا كنا يعني مو هالقد التركيز بالكانت الإجابة، ما متوقع يعني. هو الحقيقة الأسئلة الفردية هي اللي تفاجئنا بها، بس الفردية تعتمد على معلوماتك بعد، ما تقدر إن شاء الله الفوز. جامعة وارث الأنبياء، سؤالكم الأول يقول: تقع القنطرة البيضاء على طريق كربلاء طوريج، كربلاء عين التمر، أم كربلاء الحسينية؟ القنطرة البيضاء وين تصير؟ بأي طريق من هذه الطرق الثلاث؟ 30 ثانية وياك يا علي، ونتمنى تحصل إجابة صحيحة وتبدي بعشر نقاط ويا فريقك، وتكون بداية خير لما سيأتي من أسئلة وجولات إن شاء الله. الجواب الثالث كربلاء الحسينية. إذن كربلاء الحسينية، ونروح للكنترول. الإجابة الثالثة خضرة لو حمرة يا كنترول، إجابة صحيحة، عفي عليك يا علي، وعشر نقاط في بداية مشوار جامعة وارث الأنبياء. بداية موفقة، ونتمنى أن يكون كذلك الحال مع شبابنا في جامعة ميسان. وعليك العوض يا محمد. محمد عبد الحسن عباس، جامعة ميسان، كلية التربية الأساسية، قسم إسلامية، إن شاء الله أكو ثقة. نروح لسؤالك، وسؤالك يقول يا محمد: عرفت المعركة التي دارت بين رجال العشائر العربية والقوات العثمانية ضد الجيش البريطاني عام 1914 في أهوار العمارة بمعركة القرنة، أم معركة المشاحيف، أم معركة العمارة؟
شنو كان اسم هذه المعركة؟ 30 ثانية بس وياك يا محمد، على الله وعليك. جامعة ميسان حاليا زيرو، يحتاج 10 نقاط تفتتحون بها الجولة، وتبقي من وقتك 8 ثواني. معركة القرنة. القرنة؟ معركة المشاحيف. المشاحيف ضربة حظ ولا شنو؟ المشاحيف إن شاء الله. المشاحيف إن شاء الله. كنترول، نروح للإجابة الثانية، معركة المشاحيف، صح لو خطأ؟ كنترول يقول إجابة صحيحة، عفية عليك يا محمد، وعشر نقاط افتتاح بها الجولة. إن شاء الله أموركم تمام، ونتمنى لكم التوفيق فيما سيأتي. وهسه خلينا نروح إلى جامعة وارث الأنبياء، والسؤال الثاني معاكم يا علي. النتيجة اللي يريد الله سبحانه وتعالى احنا راضين به، إذا الفوز من نصيبهم فهنيئا لهم، وإذا من نصيبنا فالحمد لله. أسئلة حلوة، تراثية، تاريخية، حلوة، جميلة. سؤالك وركز، أنتوا حاليا في تعادل 10 نقاط بعشر نقاط، نتمنى تكمل وتحصل التقدم بعشر نقاط إضافية. سؤالك يقول يا علي، سؤال يا كنترول، كانت عين التمر تاريخيا تسمى بماذا؟ الشثاثة أم عين الماء أم عيون الكبريت؟ شثاثة أم عين الماء أم عيون الكبريت؟ عين التمر تاريخيا كانت تسمى. 30 ثانية، ركز يا علي. 30 ثانية وتبقي منها 10. عيون الكبريت إن شاء الله اختيار الثالث. سمعني صوتك مرة ثانية. عيون الكبريت. عيون الكبريت. كنترول نثبت على الإجابة الأخيرة واللي هي عيون الكبريت، هل ستكون إجابة صحيحة أم لا؟ كنترول، الإجابة خاطئة للأسف يا علي، الإجابة الصحيحة هي شثاثة. لا بس، خلونا نكمل وممكن التعويض في الجولة والجولات القادمة. نرجع وياك يا كرار. كرار حسن قاسم، جامعة ميسان، كلية التربية الأساسية، قسم التربية الإسلامية. معناته إن شاء الله عال العال. والله ماكو طموح ثاني، إن شاء الله الأول. حيا الله العمارة. الله يحييك. شبابها. نروح وياكم إلى السؤال الثالث يا كرار، وسؤالك يقول: اخترعت الكتابة في مدينة أوروك، ومن هذه المدينة ظهر الحرف الأول في العالم، وذلك في حدود 1000 أو 3100 قبل الميلاد، أو 5100 قبل الميلاد، أو 7300 قبل الميلاد. تذكر، حاول تسترجع كل ما عندك من معلومات وكل ما قرأت وكل ما سمعت، وآتنا بإجابة صحيحة. إن شاء الله نثبت على الإجابة الأولى، 3100 قبل الميلاد. 3100 قبل الميلاد إن شاء الله. متأكدين؟ إن شاء الله. 10-20 إن شاء الله. كنترول، 3100 قبل الميلاد صح ولا خطأ؟ كنترول يقول إجابة صحيحة، عفية عليكم، من 10-20 نقطة، وإجابة موفقة، وكمل بهذا إن شاء الله المستوى. نرجع وياكم شبابنا في وارث الأنبياء. 180 قليلة طبعا بالنسبة للمسابقة، ما حالفنا الحظ، بس إن شاء الله نطمح نعدل إن شاء الله النقاط بهالمباراة، وإن شاء الله خير، إن شاء الله نفوز. حسن شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله. معنويات عالية إن شاء الله. عالية إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد، نتمنى التوفيق للجميع. حسن، سؤالك يقول: يقع قصر شمعون في محافظة، قصر شمعون في محافظة كربلاء المقدسة، أم في محافظة الحلة، أم في محافظة النجف الأشرف؟ على كيفك فكر، و30 ثانية وقتك، استعد له للسؤال وحاول توصل للنتيجة. يلا، إجابة 5 ثواني. أعتقد بس بالنسبة الحلة إن شاء الله. الحلة الخيار الثاني، بس ما متأكد. كنترول، انتهى الوقت، ونروح إلى الإجابة الثانية اللي هي مدينة الحلة. إجابة صح ولا خطأ؟ العشرة راح تصير 20 مع وارث الأنبياء، للأسف لا. كربلاء، قصر شمعون في كربلاء المقدسة. ما نتواصل أصلا، وهذه هي غاية نوصل المعلومة إن شاء الله. إن شاء الله. عاشت إيدك يا حسن، إن شاء الله تعوض بالجولات إن شاء الله القادمة. نرجع وياكم شبابنا، ونبقى بالسؤال الأخير في هذه الجولة.
والسؤال لكم جميعا. سؤالكم يقول: نبي مقدس لدى المسلمين واليهود يقع قبره في محافظة ميسان، هل هو نبي الله أيوب أم نبي الله العزير أم نبي الله إدريس؟ 30 ثانية فكروا تشاوروا مع بعض وانطوني الإجابة. إن شاء الله الإجابة نبي الله العزير. العزير. نعم. تثبتون. إن شاء الله. إن شاء الله. إذن الوقت يتوقف يا كنترول، نعتمد الإجابة الثانية نبي الله العزير، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ إجابة صح في عليكم و30 نقطة حصاد الجولة الأولى، ونصيب 10 على 10 على 10 نكمل بي ونطلع للجولة الثانية. على كيفنا شبابنا، نسويها 20 ولا نبقى على 10؟ إن شاء الله. شو تقول أستاذ علي؟ إن شاء الله سير 10. إن شاء الله صار 20. إن شاء الله. سؤالكم يقول: يا الله حسن إن شاء الله. سؤالكم يقول: من التلال الأثرية المعروفة في محافظة بابل، تل الأسوان أم تل العقير أم تل ماروسي؟ أي هذه التلال يقع في محافظة بابل ويعد من التلال الأثرية؟ سنقا 30 ثانية. أمر عليكم يا سلامة، أعتقد ماروسي الأسوان. ها؟ الفريق يتشاور ونتمنى أن تكون النتائج إيجابية. خمس ثواني معاكم شباب، أحتاج إجابة قبل انتهاء الوقت. الاختيار الثالث إن شاء الله. الاختيار الثالث تل ماروسي. إن شاء الله. متأكدين؟ إن شاء الله. كنترول خطأ. الإجابة ثلاثة تل ماروسي، صحيحة ولا خاطئة؟ إجابة خاطئة يا شباب للأسف. كنا نتمنى تنطونا إجابة صحيحة وتقولون تل العقير اللي هو من التلال الأثرية في محافظة بابل، وبالتالي تصيرون 20 نقطة. بقينا 10 وبقينا 30 وراح نغادر جولتنا الأولى بتقدم جامعة ميسان على جامعة وارث الأنبياء بفارق 20 نقطة. الجولة القادمة قيمة السؤال الواحد 30 نقطة يا شباب، نتمنى نركز ونتمنى نستمر ونحقق أفضل النتائج. حافظوا على فوزكم السابق وعززوا بفوز آخر حتى نشوفكم مرة أخرى. نروح وياكم مشاهدين الأحبة الكرام فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع وياكم ونكمل جولتنا الثانية، ونتمنى التوفيق لكلا الفريقين في مسابقة معارف التراث. فاصل وراجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونكمل وياكم حلقتنا في مسابقة معارف التراث، وهذه الجولة الثانية ما بين فريقي جامعة ميسان وجامعة وارث الأنبياء. حصاد الجولة الأولى 10 نقاط فقط لدى وارث الأنبياء و30 نقطة مع جامعة ميسان، والفارق هنا أن قيمة السؤال الوحدة تعادل رصيد ميسان الحالي، يعني 30 نقطة بسؤال واحد. شو راح يكون حالكم يا شباب وانتم طابين على الجولة الثانية؟ ونبدأ وياكم يا جامعة وارث الأنبياء، ونبدأ معاك يا علي. الفرزدق لقب لشاعر ولد سنة 20 للهجرة في البصرة وتوفي فيها سنة 110 للهجرة، واسمه الصريح هو همام بن غالب بن صعصعة سفيان بن مصعب العبدي أم عبد السلام بن رغبان؟ 30 ثانية معاك يا علي، وعشر نقاط سويهن 20 وانت ببداية هاي الجولة، وخلي تكون جولة بدايتها خير وياكم. الجواب الثاني سفيان بن صعصعة. سفيان بن مصعب بن مصعب العبدي. العبدي الإجابة الثانية. الثانية إن شاء الله. ثبت عليها. ثبت. كنترول علي يثبت على الإجابة الثانية سفيان بن مصعب العبدي، إجابة صحيحة ولا لا؟ للأسف الإجابة خاطئة يا علي، كان عندك وقت ما استثمرت وقتك وقلت صعصعة لكن قلت الإجابة الثانية. فلتات اللسان مرات تودينا للإجابات الصحيحة، ولكن إصرارنا على خياراتنا يدي بينا إلى مشكلة قد نكون ما متوقعينها. عموما إن شاء الله خير، إن شاء الله نعوض. وعدنا بعد يعني في بداية الجولة إحنا وعدنا جولة أخرى قيمة السؤال الواحد بها خمسة. جامعة ميسان شلونكم؟ الله يحفظك إن شاء الله. يلا سؤالك يا عباس يقول: شاعر مدح الإمام زين العابدين بقصيدة عصماء بحضور هشام بن عبد الملك، منها قوله: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. من هو؟ دعبل الخزاعي أم الفرزدق أم الكميت الأسدي؟ ركز 30 ثانية.
إن شاء الله الإجابة لعبة الخزاعة الأولى. لعبة الخزاعة الأولى. ثبت. إن شاء الله. كنترول. ثبت على الإجابة الأولى. لعبة الخزاعة أو الخزاعي. خطأ. خطأ يا عباس. قصيدة معروفة للشاعر الفرزدق. هذا الذي تعرف مطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله. إن شاء الله نعوض. يلا تمام. نتمنى التوفيق في الأسئلة القادمة إن شاء الله. وعاشت إيدك لأن حاولت توصل للإجابة الصحيحة. إن شاء الله. خليك متفائل ومعنوياتك عالية والقادم أفضل. يلا يا علي نرجع وياكم جامعة وارث الأنبياء. وسؤالكم الثاني في هذه الجولة يقول كنترول. أصدرت المدرسة السليمية الدينية في كربلاء مجلة بعنوان مدرسة دينية في كربلاء اسمها السليمية. أصدرت مجلة عنوان هذه المجلة شنو؟ هل مجلة الأخلاق أم مجلة العقائد أم مجلة الفقه؟ 30 ثانية معاك يا علي ولازلت بعشر نقاط فقط ونحن في منتصف الجولة الثانية. ركز وانطيني إجابة وعدل نقاطكم. إن شاء الله مجلة الأخلاق اختيار رقم واحد. اختيار رقم واحد مجلة الأخلاق. كنترول نثبت الإجابة ونعتمدها. نتمنى تكون إجابة صحيحة. إجابة صح. عفية عليك يا علي. ضربة حظ؟ مرة علي أنا. مرة عليك وشوية الحظ ساعدنا. تمام. كل التوفيق لكم. إذن 30 نقطة إضافية نصير 40 ومقابل 30. ونرجع وياكم يا شباب ويا محمد. محمد سؤالك يقول مدرسة شريف العلماء من المدارس الدينية المهمة، وين مكانها؟ هل في النجف الأشرف أم الكاظمية المقدسة أم كربلاء المقدسة؟ 30 ثانية معاك فقط يا محمد. وين تصير هاي المدرسة؟ عندكم 30 وهنا 40، نقدر نسويها 60 لو لا؟ في كربلاء المقدسة. في كربلاء المقدسة. نثبت يا كنترول على الإجابة الثالثة الأخيرة. ومحمد يقول راح نسويها 60. صارت 60 ولا بقت 30؟ كنترول شو تقول؟ كنترول يقول 60 ويستاهلون 60 جامعة ميسان. وحياكم الله ونرجع وياكم يا وارث الأنبياء. بدت الأجواء والمنافسة تصعد. عليكم تركزون وتكونون أكثر دقة في الإجابات إن شاء الله. 40 مقابل 60 إليك يا حسن. السؤال يقول مكتبة عريقة تحتوي على أكثر من 7000 مخطوط ولها في العراق أكثر من 100 فرع، فهل هي مكتبة الروضة الحيدرية، مكتبة الإمام الحكيم العامة، مكتبة كاشف الغطاء العامة؟ ركز إن شاء الله وعدل درجتكم نقاطكم وإن شاء الله نتمنى التوفيق. نروح إن شاء الله للخيار الثاني، مكتبة الإمام الحكيم العامة. مكتبة الإمام الحكيم العامة إن شاء الله. عندنا 12 ثانية إن شاء الله. صحيح. نعيف الوقت ونروح للإجابة قبل إن شاء الله. يلا كنترول نروح للإجابة الثانية. مكتبة الإمام الحكيم العامة خضراء ولا حمراء؟ خضراء. كنترول إجابة صحيحة. عفية عليك يا حسن. الحمد لله شكرا. إجابة موفقة والأربعين صارت 70. عفية. إذن 70 نقطة مقابل 60، الفارق 10 يا شباب. والأمور بدأت شنو؟ تحلى بالنسبة إلي وتشتد ما بيناتكم إن شاء الله. ونتمنى الفوز لمن يأتي بأكثر نقاط، وهي أكيدة منتهينا إن شاء الله طبعا. يلا نروح إلى كرار. شلون كرار؟ الله يعطيك الصحة. بالعادة هادئ؟ إن شاء الله. أنت هادئ بكل الوقت؟ إن شاء الله هادئ. إن شاء الله. هدوءك مرات يؤدي بينا إن شاء الله إلى نتائج إيجابية إن شاء الله. يلا سؤالك يقول المكتبة الناصرية أو مكتبة صاحب العبقات في مدينة لينغهو الهندية، مؤسسها هو السيد محمد قلي الموسوي الهندي، السيد علي النقوي، أم السيد دلدار علي اللنقهوي؟ 30 ثانية. إن شاء الله نختار الإجابة الثالثة، السيد دلدار علي اللكناوي.
إذن الإجابة الثالثة السيد دلدار علي اللقنهوي هي الإجابة الصحيحة أو الخاطئة يا كنترول. نحتاج تأكيد. قرار ثبت على الإجابة الثالثة السيد دلدار علي اللقنهوي صحيحة ولا لا؟ إجابة خاطئة للأسف يا كرار، والستين ظل الستين. الإجابة الصحيحة هي السيد محمد قلي الموسوي الهندي. صعب السؤال؟ صعب؟ نعم صعب. نتمنى نركز أكثر إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يحالفنا الحظ بشكل أكبر، ونرجع وياكم وهي سؤال المجموعة إن شاء الله. ختام الجولة الثانية، ركزوا لي وخلنا نسويها 100 إن شاء الله، ونطلع للجولة الثالثة ويانا 100 أحلى من 70. تمام؟ تمام. سؤالنا يقول، من هو الخطاط الذي وحد الأقلام الستة؟ حسن شنو يعرفه، ابن مقلة ولا ابن البواب ولا ياقوت المستعصمي؟ يصير اسمع؟ لا ما يصير اسمع. ان شاء الله الخيار رقم واحد ابن مقلة. الخيار رقم واحد ابن مقلة. كنترول نثبت على الاجابه الاولى ابن مقلة. صح ولا خطا؟ صح ولا خطا؟ ان شاء الله صح. انت عندك معلومه لو لا؟ ان شاء الله عندنا معلومه، لان شفتك واثق وطبيت على الشباب. ان شاء الله ان شاء الله خير. كنترول اكو اجابه، لان حسن وضعه شويه حرج حرج. صحيح. وعاشت ايدك يا حسن، اجابه موفقه انت والفريق، اجابتكم صحيحه وجتنا المية. 100 نقطة مقابل 90 لو 60، شو تقولون؟ الفريق يحدد، انتو 60 سووها 90 وخلي يكون الفارق 10 والمنافسة تصير حلوة، واحنا في بداية الجولة الثالثة اللي راح تجينا. خلي نروح لسؤالكم الأخير يا شباب ميسان، والسؤال يقول، من هو أشهر خطاطي النسخ في المدرسة العثمانية؟ محمد شوقي أفندي، إسماعيل حقي، أم حامد الآمدي؟ من من هؤلاء هو أشهر خطاطي النسخ في المدرسة العثمانية؟ يلا تشاوروا وسولفوا. حسن جاب الشباب وقال لهم 1 2 3. هناك شنو؟ 30 ثانية، انتبهوا شباب. 5 ثواني معاكم شباب. حامد الآمدي. حامد الآمدي. ثبتون ان شاء الله. كنترول الشباب عندهم 60 ويتمنون ونتمنى تصير 90 وتكون الاجواء تمام بالجوله الثالثه والفرق يكون قليل. يا ترى اجابتهم صح ولا لا؟ كنترول حامد الآمدي خضرة ولا حمراء؟ خضرة. لا للاسف تمنيتها خضرة والله. الاجابه الصحيحه هي محمد شوقي افندي وليس حامد الآمدي. 60 مقابل 100. 60 مقابل 100 يا شباب، والستين حلوة همين. ليش؟ لأن ممكن عندنا 200 نقطة قادمة، ممكن تصيرون 260، الجماعة عندهم بس 100، يعني الفوز ممكن جدا. خلينا مركزين وخلي دعواتكم وياهم يا شباب، وخلي نشوف منو اللي راح ينال الفوز في نهاية هذه الحلقة. شبابنا عندكم فوز سابق وحلو لو صار وياه فوز ثاني حتى نشوفكم مرة ثالثة إن شاء الله، والقرار لكم. جمهورنا مشاهدينا الأحبة الكرام متواصلين وياكم في هذه الأجواء الحلوة الرمضانية التنافسية ما بين فريق جامعة ميسان وجامعة وارث الأنبياء. نروح احنا وياكم فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين نكمل مشوارنا ونروح للجولة الثالثة والأخيرة في حلقتنا، خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة الكرام ونكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث، وهذه الحلقة وهذه المباراة ما بين فريقي جامعة ميسان وجامعة وارث الأنبياء، منافسة عالية بين الفريقين، وإحنا وصلنا وياهم للجولة الثالثة. 100 نقطة مقابل 60، أجواء ممكن يكون بها النتائج مختلفة بعد نتائج الجولة الثالثة. الستين ممكن تصير 260، والمية ممكن تبقى 100، ممكن تصير 150، توصل 200، الله أعلم.
وممكن ياخذون ال 200 ويصيرون 300. إذن ممكن الفوز لكلا الفريقين. إلى الآن النتائج غير متوقعة، نحتاج التركيز من قبل الفريقين ودعواتكم وياهم حتى نبلش بهذه الجولة. ونرجع ونبدأ ويا ميسان ونبدأ بالجولة الثالثة، ونبدأ وياك يا عباس تحديدا. قيمة السؤال الواحد 50 نقطة، أنت عندك 60، خلي نسويها شقد 110 ونبدأ جولتنا بطريقة إيجابية. يلا نروح إلى سؤالك الخاص يا عباس. سؤالك يقول: القاسم عليه السلام من سلالة الأشراف، فهو ابن الإمام وابن إمام وأخو إمام، توفي سنة 193 للهجرة ودفن في الحلة الديوانية النجف. 30 ثانية. ابن إمام وأخو إمام، توفي 193 للهجرة ودفن في الحلة الديوانية النجف. ابن إمام وأخو إمام، 30 ثانية متبقي منها 10. عباس 50 نقطة بانتظارك. الحلة إن شاء الله. الحلة تثبت يا عباس، متأكد؟ إن شاء الله. كنترول، نعتمد الإجابة الأولى وهي الحلة، هل هي إجابة صح ولا خطأ؟ كنترول، إجابة صحيحة، عفية عليك. القاسم في مدينة الحلة، القاسم عليه السلام في مدينة الحلة، وإجابة موفقة يا عباس، عافية عليك إن شاء الله. بداية حلوة، نتمنى نكمل بهذا المستوى. 110 مقابل 100 يا شباب. يلا يا علي، سؤالك بالجولة الثالثة اللي قيمته 50 يقول: عاش الشاعر والأديب والعالم المتبحر صالح بن عبد الوهاب الكلابي الملقب بابن العرندس في القرن الثامن الهجري، وهو مدفون في كربلاء سمراء الحلة، أين دفن ابن العرندس؟ 30 ثانية، 50 نقطة بانتظارك. فكر وأخذ وقتك وانطينا إجابتنا. صعب السؤال علي؟ إن شاء الله كربلاء المقدسة. سؤال صعب؟ نوعا ما. نوعا ما. والإجابة كربلاء المقدسة. الجواب الأول إن شاء الله. الجواب الأول يا كنترول كربلاء المقدسة. علي يقول إجابة خاطئة يا علي للأسف، الإجابة الصحيحة هي في الحلة. نتمنى التعويض وإن شاء الله تواصلون في ما تبقى من أسئلة قادمة. شبابنا محمد ركز وياي إن شاء الله. سؤالك يقول: عندكم 110 واصلة تقدمكم وسووها 160، من أعلام الحائر المشهورين له مؤلفات منها تقريض الأسماع في نظم مسائل الرضاع، وأيضا أحسن العدد في نظم أحكام العدد، وأيضا رسالة في التقية، وله منظومات كثيرة، هل هو السيد محمد بن علي المجاهد، السيد علي بن محمد علي صاحب الرياض، أم السيد محمد صادق بن محمد باقر الحجة الطباطبائي؟ 30 ثانية معاك يا محمد، خليك مركز وانطينا إجابة تودينا لل 160 يا محمد. أجواء الترقب الميسانية قوية. السيد محمد بن علي المجاهد. الإجابة الأولى عندك أولى لو ضربة حظ، يعني هذه الإجابة الأولى هي عندك معلومة حولها؟ إن شاء الله الثانية. الثانية للأولى، خلص ثانية. الوقت ثانية. الإجابة الثانية، إذن نثبت على الإجابة الثانية اللي هي السيد علي بن محمد علي صاحب الرياض. ضربة حظ والحظ ما حالفك يا محمد، إجابة خاطئة حتى وإن كانت الإجابة الأولى فهي خطأ أيضا. الإجابة الصحيحة يا سيد محمد صادق الطباطبائي. يلا بعدنا بيها، بعد الفوز ممكن لكلا الفريقين. نرجع وياك يا علي وجامعة وارث الأنبياء، 110 مع ميسان و100 مع وارث الأنبياء، ممكن نسويها 150. سؤالك يقول يا علي: صنف كتبا ورسائل منها طريق الصواب في بعض المسائل الفقهية، وكذلك رسائل في غسل الميت، البرق الوميض في منجزات المريض،
هو السيد أحمد بن إبراهيم الموسوي أم الشيخ أبو الحسن بن الفقيه إبراهيم النقوي أم الشيخ المجدد الشيخ زين العابدين المازندراني؟ من هؤلاء هو الإجابة الصحيحة؟ 50 نقطة تنقلنا من حال الحال، تخلينا متقدمين بدل ما احنا متأخرين ب10 نقاط. يلا يا علي، فوزكم السابق يحتاج فوز لاحق إن شاء الله. الإجابة الأولى السيد أحمد بن إبراهيم الموسوي، نثبت إن شاء الله. علي بكل هدوء يقول الإجابة هي الإجابة الأولى، سيد أحمد بن إبراهيم الموسوي. يلا يا كنترول، الهدوء يعني الأخضر، ولكن للأسف الإجابة خاطئة يا علي. بقينا على 100 نقطة وكنا نتمنى تكون الإجابة هاد أو خضرة وحلوة، لكن الإجابة الصحيحة هي الشيخ أبو الحسن بن الفقيه إبراهيم النقوي. للأسف نرجع وياكم شبابنا، الأجواء والمنافسة قوية والأسئلة بمقامكم، مستواها عالي، نحتاج دقة ونحتاج تركيز حتى نقدم معلومة صحيحة ونحصل نقاط بنفس الوقت. نروح وياك يا كرار، والسؤال الثالث وياك يقول: كانت الأشعار قديما كانت الأشعار تنسخ على الصحف والكراريس قبل الإسلام في الحيرة، ويطلق على هذه الصحف والكراريس بماذا؟ هل الجلود أم الطنوج أم الطليحة؟ ماذا كان يطلق على هذه الكراريس يا كرار؟ 30 ثانية كفيلة بأن تسويكم 160، ترتاحون، الفارق يصعد، وتكون يعني فرصتكم للفوز أكبر بل محققة. 30 ثانية بقى منها 8. إجابة قبل ما ينتهي الوقت يا كرار. إن شاء الله نثبت على الإجابة الثانية، الطنوج. الطنوج كنترول، الطنوج إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة صحيحة، عافية عليك يا كرار، 160 نقطة. ضربة حظ كانت هذه المعلومة ولا يعني قاريها؟ لا والله الجلود أنا استبعدتها عن هذا الشيء. الجلود استبعدتها؟ نعم نعم، فبقى اختيارين، رجحت القنوج الإجابة الثانية. حلو، نعم. الحمد لله 160 درجة، نعم. هي رصيدكم الحالي، وعدكم بعد سؤال إن شاء الله شبابنا. 100 وعدكم بعد سؤالين حسن إن شاء الله، ممكن يصير 200 بعدها، الفرصة قائمة إن شاء الله. لحد الآن لم يحسم الأمر. سؤالك يقول يا حسن، نروح للسؤال يا كنترول. الشخص الذي يجهز المخطوطات القديمة لأجل الترميم يطلق عليه، الشخص اللي يجهز المخطوطات حتى يرممها يطلق عليه الطراف، الطراح، الطباق. ماذا يطلق على العامل بهذا العمل، بهذه المهنة، بهذا الأمر؟ طراف، طراح، طباق. 30 ثانية، أي من هؤلاء سيكون سببا في فوزكم؟ ركز يا حسن، 10 ثواني متبقية وياك. نروح الخيار إجابة. الخيار الأول إن شاء الله الطراف. الطراف كنترول، الجماعة عندهم 100، تسويها 150 لو تبقيها 100، الأمر متروك لك، ونروح وياك ونشوف الطراف صح ولا خطأ. الطراف خطأ يا حسن، للأسف كان عليك أنه تركز وتجاوبنا بالطراح، وخير الأمور أوسطها. الطراح إجابة صحيحة. كان عندك معلومة ولا كنت ضربة حظ يعني؟ بين الطراف والطراح، بس ما بين وبين الطراح والطراف. يلا أول إن شاء الله. يلا الحمد لله على كل حال، 100 مقابل 160. نروح السؤالنا الأخير يا شباب. الميرزا إبراهيم بن خليفة السلطان المتوفى سنة 1098 للهجرة فاضل محقق لم ترى عين الزمان نظيره، من تصانيفه المخطوطة رسالة في الأصول أم رسالة في مسألة صلاة الجمعة أم حاشية مدونة على شرح اللمعة الدمشقية؟ سولف وتناقشوا 30 ثانية وفرصة أخيرة، ممكن تصيرون 210، ركزوا واستثمروا الوقت وياكم. ما يصير غير
اعطيني الاجابه. الاجابه الثانيه ان شاء الله. الاجابه الثانيه رساله في مساله صلاه الجمعه. رساله في مساله صلاه الجمعه. اذا كنترول نعتمد الاجابه الثانيه رساله في مساله صلاه الجمعه، وهي اجابه الفريق فريق جامعه ميسان. هل هي اجابه صحيحه ام لا؟ الاجابه خاطئه للاسف يا شباب. كنا نتمنى تكونون اكثر دقه بالاجابه على هذا السؤال، وان كنتم متقدمين ب 160 نقطه مقابل 100 او 150. نروح على سؤالكم الاخير يا شباب. شبابنا في جامعه وارث الانبياء، سؤالكم يقول: من التراث المحقق لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد العتائقي كان حيا سنة 790 للهجرة، كتاب طبع بتحقيق وتعليق الشيخ قاسم الخاقاني القاسمي، موسوم بتجريد النية من الرسالة الفخرية، كشف النية في شرح الحكم الملوكية، أم تجريد النفس وتخليص النية؟ أي من هذه الكتب طبع بهذا العنوان؟ بأي عنوان طبع؟ 30 ثانية وتبقي منها 20. سؤالكم الأخير، عدكم فوز وعدكم 100، خلوها 150 خلص إن شاء الله. كشف النية في شرح الحكم الملوكية. الملوكية الملوكية، كشف النية في شرح الحكم الملوكية أو الحكم الملوكية. إذن الاختيار الثاني يا كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ وهو السؤال الأخير للفريق. الإجابة خاطئة للأسف يا شباب، للأسف الإجابة غير صحيحة. الإجابة الأولى هي تجريد النية في الرسالة الفخرية، هي الإجابة الأصح. جماعة يعني جامعة وارث الأنبياء، أبليتم بلاء حسنا. نتمنى لكم كل التوفيق، وكذلك الحال لشبابنا في جامعة ميسان. 160 نقطة هو رصيدكم في هذه الحلقة اللي راح يأهلكم إن شاء الله للقاء معنا مرة ثانية في هذه المسابقة. شبابنا الأحبة، عدكم فوز وعدكم 100 نقطة. نشوف شو راح تكون النتائج مع النقاط واحتسابها في هذه الدور، في دور المجموعات والتصفيات، ونتمنى إن شاء الله أن نلقاكم مرة ثانية. شكرا لكم ولكل جهودكم علي وعلي وحسن، وكذلك شبابنا كرار ومحمد وعباس، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرنا موصول لكم أيضا مشاهدينا الأحبة الكرام، وين ما كنتم أنتم تشاهدونا في مسابقة معارف التراث. كنا وياكم مستمتعين، ونتمنى نكون قدمنا معلومة مفيدة لحضراتكم في هذا الشهر الفضيل. نبقى وياكم وأنتم محور مهم وأساسي في البرنامج، ولكم سؤال مخصص في كل حلقة من حلقات البرنامج، وهو سؤال الجمهور. وهذا السؤال فيه أيضا جوائز قيمة لحضراتكم، وهي 3 جوائز. الجائزة الأولى الذهاب إلى المدينة المنورة، الجائزة الثانية الذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، الجائزة الثالثة الذهاب إلى زيارة السيدة زينب عليها السلام. وسؤالكم في هذه الحلقة يقول، السؤال يقول: صدر عن مركز تراث البصرة التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة كتاب التنبيه على غرائب من لا يحضره الفقيه، من هو مؤلف هذا الكتاب؟ هذه هي أو هذا هو سؤال الحلقة لهذا اليوم مشاهدينا الأحبة الكرام، من هو مؤلف كتاب التنبيه على غرائب من لا يحضره الفقيه؟ بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال من خلال إرسال رسالة نصية بالإجابة الصحيحة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة من خلال تطبيق الواتساب، ونتمنى الدخلون بالقرعة إن شاء الله وتفوزون بالجوائز القيمة إن شاء الله، أو إحدى الجوائز القيمة. كل يوم حاولوا تجاوبون على السؤال، وبالتالي تزيد فرصتكم بالفوز بشكل أكبر وأكبر. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، شكرا لفريق جامعة وارث الأنبياء، شكرا لشبابنا في جامعة ميسان. نلتقي وياكم مرة ثانية إن شاء الله، ونتمنى التوفيق لكم مرة أخرى يا شبابنا الأعزاء. كنا وياكم في مدار حلقتنا لهذا اليوم مستمتعين بمشاهدتكم وبشبابنا ومعلوماتهم وإمكانياتهم في الوصول للإجابات الصحيحة. انتظرونا نلتقي وياكم في حلقة أخرى في مسابقة معارف التراث، هذه المسابقة الفرقية بين الجامعات العراقية، وفرق جديدة سنلتقي بهم معكم إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.